المهندس طارق سليمان رئيس النادي الثقافي المصري. برحب بحضرتك معانا يا فندم من واشنطن. الله يخليك يا فندم. موجود فين يا فندم؟ نعم حضرتك بتكلمنا منين؟ انا من واشنطن دي سي دلوقتي، انا اصلا من نيويورك وذهبت واشنطن دي سي علشان تأييد دي سي وتأييد مصر. طيب احنا الصورة تبعناها وشفنا التواجد المصري في استقبال الرئيس والهتافات وتحية مصر، لكن عايزة اسمع انطباعكم ايه، يعني انطباعكم ايه في التوقيت ده مع زيارة الرئيس وشايفينه ازاي؟ والله انطباعنا جامد، لان اولا احنا بنقول ان الرئيس هو جاي عشان مين هنا واشنطن؟ عشان الرئيس ولا جاي عشان عبد الفتاح السيسي ولا جاي علشان مصر؟ طبيعي الاجابه انه جاي علشان مصر. فطالما جاي علشان مصر احنا برضك طلعنا، انا قاعد في نيويورك وسافرنا 6 ساعات لواشنطن دي سي علشان ندعم الرئيس السيسي في مطالبه عشان مصر. ايوه فاحنا كلنا جينا وشاركنا بحماس، لانها دي مش زياره عاديه، لان دي زياره وقت حرج دلوقتي وكل عايز الدعم مصر كلها تقف جنبه عشان نمر بالوقت الحرج ده. عشان كده كلنا جينا بنساعده وبنأيده ويربي يوفقه. وبعدين الجميل في كده ان ترامب هاو ميني بريزيدنت كيم تو يونايتد ستيت سينس هي هاد هيز ان اوفيس نوت تو ميني وان اور تو بس اف يو هاف السيسي وان اوف ذا فيرست بريزيدنت كم مينز هي نيو ذات ايجيبت اتس فيري امبورتنت. انا بكلمك بالانجليزي ام سوري. لا 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 كنت هترجم بعد ما تخلص، اتفضل يا فندم. ده انا نسيت نفسي، لما هو يجي طلب مقابله السيسي معناها ان مهم جدا زياره السيسي. فاحنا كنا السيسي واحد من الدول الوحيده اللي طلبها عشان ترامب عارف اهميه مصر واهميه وجود مصر على الساحه، فلازم كلنا نشجع ويا ريت مصر تقف على رجليها تاني ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا المهندس طارق سليمان رئيس النادي الثقافي المصري. ارجح لك